بننتقل لفقرتنا الأخيرة، ويمكن من بداية الحلقة ليا نحن عم نقول إنه الإرادة دائما موجودة بقلوب السوريين والحياة صحيح نور، مستمرة. صحيح نور، الحياة مستمرة بالمحبة، وشباب وأبناء من سوريا أكيد طموحين وواعيين بأهمية المشاركة الفاعلة عبر البحث العلمي والتخصص والاستفادة من أهم الخبرات السورية أينما وجدت. هو الورقة الرابحة لمشروع سوريا المنتصرة والعصية على الدمار، والتي إن توحدت جهودها وأفكارها أذهلت العالم بقدرتها على البناء والإعمار والنهوض من جديد. أكيد ليا، ومن هالمبادئ أكيد انطلق تجمع سوريا الأم منذ ما يقارب العامين ليقدم العديد والعديد من النشاطات السياسية والثقافية والاجتماعية. لنحكي أكثر عن التجمع بصيرنا نرحب معنا ببشرى ديب مديرة مكتب العلاقات العامة في تجمع سوريا. يسعد صباحك. يسعد وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي عن شباب تجمع سوريا الام، وكيف طلعت هي الفكره ونحكي عنها بشكل موسع اكثر. تمام. تجمع سوريا الام بدايه هو تجمع مدني، بدي انوه على فكره كثير مهمه انه نحن بعيدين عن الحاله الحزبيه التنافسيه يلي غالبا بيكون لها مساعي سلطويه، وبنفس الوقت بعيدين عن الجمعيات الخيريه، يعني عن حاله الجمعيه الخيريه كونه نشاطها بيكون محدد بالجانب الاجتماعي فقط المبني على المساعدات والنشاطات الخيريه. نحن تجمع مدني، مشروع وطني متكامل، انطلقت فكرته من هي فكره الدكتور محمود العرق رئيس تجمع سوريا الام. بيستثمر الخبرات السوريه ليقدم رؤى ونواتج فكريه تكون لها دور حقيقي ومساهمه ومشاركه بالبناء الفاعل. يمكن هذا انطلقتوا فيه اساسا من خلال اختياركم لشعاركم ننهض من جديد، يعني شعار واسع من خلاله يمكن في افكار كثير حابين او اهداف كثير حابين تطبقوها على ارض الواقع، لانه مثل ما قلتي في كثير من الجمعيات برزت خلال الازمه، في كثير من الشباب التطوعي اللي عم يثبت ارادته يوم بعد يوم خلال الحرب اللي عم تعيشها سوريا. بالفعل نحن بهي المرحلة بحاجة لنهوض حقيقي لنقدر نوصل ببلدنا وبواقعنا لصورة أمثل، لكن حالة النهوض هي ما بتكون إذا كان في عمل فردي. كونه ناتج العمل الفردي بتكون الوتيرة متباطئة، يعني ما بيعطيني نفس الناتج لما بيكون ناتج جماعي. من هون انطلقنا من فكرة التجمع، أنه بدل ما كل شريحة بتشتغل لحالها، لا خلونا نوحد جهودنا نشتغل سوا نعطي ناتج فكري حقيقي المجالات الاقتصادية، الثقافية، السياسية، الاجتماعية. وعلى هذا الأساس كان في لجان، يعني انوجدت لجان الهيئة الاستشارية العليا مقسمة إلى 11 لجنة طبية، اقتصادية، ثقافية، سياسية، المرأة والطفل، التربية والتعليم، العلمية، اللجنة العلمية اللي حاليا عم تعمل هلا نشاط كثير مهم، في اللجنة الثقافية والإعلامية والبناء يعني الإداري. محاولة لضم جميع الشرائح فينا. تمام. أكيد أكيد. والتجمع فيني أقول هلأ أنه هو تجمع نخبوي فكري، لأنه بيضم نخبة عديدة من المفكرين، من دكاترة الجامعات، الحائزين على الشهادات العليا يلي عندهم خبرات سابقة أو شغالين مناصب إدارية سابقة، يعني عندهم خبرة بالواقع الإداري وغيره، فبيضم شريحة كتير واسعة ومعولين يعني على البناء المستقبلي. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد يعني شريحة من الشباب مهمة عم يتم استقطابها من ضمن المشاريع، ولكن خلينا نحكي يمكن عن أبرز النشاطات يلي كان لها أثر الواضح ويلي المجتمع السوري اليوم بحاجة لها. تمام. هلا من ابرز النشاطات يلي قدمها التجمع هو ما صدر وما نتج عن المؤتمر الاقتصادي يلي عقدناه بشهر 12 من السنه الماضيه، يعني ضم 32 باحث من سوريا ومصر ولبنان، قدم رؤيه اقتصاديه وناتج اقتصادي يعني يفترض انه يكون كثير مهم طلعنا فيه مجددا. فنحن هلا بحاجه لاقتصاد قوي، لانه بالنهايه هي حاله تكامليه، حاله عامه، ما فينا نشتغل باطار دون اطار، يعني ما فينا نشتغل بمجال الاقتصاد. تمام. ما بنقدر نشتغل بمجال بمعزل عن المجال الاخر، بالنهايه هو مثل البازل، يعني حاله تكامليه. لحتى اقدر اعمل مجتمع بدي اعمل اقتصاد قوي، بدي يعني له كمان منعكسات سياسيه ومنعكسات عامه، فما فيني اغفل ابدا اي جانب. طيب شو النتائج اللي يمكن خلصتوا فيها
فيها او طلعت من هيدا المؤتمر، او يمكن مشاريع حابين تحققوها؟ يعني قلتوا في نقاط اساسيه لازم نركز عليها ونعمل على تحقيقها في الواقع القريب. تمام. هلا الخلاصه اللي طلعنا فيها حددت يعني بشكل اساسي هويه الاقتصاد السوري. نحن نعرف اقتصادنا بالضبط هو شو، على اساسه نبني المسار الصحيح والحاله الارشاديه كون نحن تجمع فكري. بدي انتقل لسؤالك اللي قبل عن النشاطات. في هلا نشاط كثير مهم عم نقدمه هو محاضرات علميه متخصصه بالتقانات العاليه. نحن كتجمع بنشجع البحث العلمي ومن تنشيط الظاهره العلميه، فكتير مهم أنه نضوي على التقانات العالية والتكنولوجيا العالية يلي المتقدمة يلي أغلب البلدان هلأ عم تتعاطى معها بشكل كتير عميق، إلا أنه نحن يعني ببلدنا ما كتير يعني لسه عم نتعاطى معها بخجل. أوكي، يمكن موجودة بس ما في تسليط الضوء عليها بشكل كتير كبير، لأننا نمتلك يمكن فكر وبحث علمي كتير كبير على أرض الواقع في سوريا. صحيح. رغم كل الظروف اللي عم نعيشها عنا خبرات سورية لا يستهان بها، وعنا أبحاث هائلة بعديد من المجالات. منها مثلا أحد المحاور يلي نحن موجود بالمحاضرات هي التقانات النانوية، يعني كانت مفاجأة أنه نحن مقدمين أبحاث كثير مهمة. فكتير مهم أنه نضوي على هاي الخبرات، وكتير مهم أنه نعرف عنها ونتعاطى مع نتائجها أنه قديش ممكن تعود علينا بالتقدم. نعم بشرة. طيب أي حدا يمكن حابب يشارككم بالنشاطات أو حابب يمكن يكون معكم بهذا التجمع، كيف ينضم لكم من الشباب وكيف يمكن يشوف ملخصات عن هاي المشاريع اللي عم تقوموا فيها إذا يعني بهموا؟ وفي صفحة فيسبوك يعني وموجودة كل الأرقام، فنحن بنرحب بالجميع بكل اللي حابين يشاركوا، لأنه كل شخص له دور بهذا المجتمع. ما في شخص وجد بدون دور يأديه وبدون رسالة، يعني كتير ضروري أنه كل شخص يآمن بدوره ويشارك حتى لو بفكرة. يعني هي الفكرة بتكمل الفكرة الثانية، بنطلع برؤية عامة ورؤية كتير حلوة. طيب حكيتي يمكن عن محاضرات علمية تمت من خلال كتير من المشاريع اللي حابين تنفذوها على أرض الواقع. خلينا نحكي شو هي المحاضرات، شو ضمت الفئات اللي توجهت إلى. تمام. هلأ المحاضرات العلمية ما زالت هي معنا نشاط سابق وما مستمر، يعني في استمرارية. تمام. أكيد. ضم العديد من المحاور، منها التقانات النانوية واللي لحد هلأ صرنا بالمرحلة الثانية من تقديم المحاضرات بهذا المحور، الخلايا الجذعية، البناء الإداري. في تعاون مع جهات مشكورة طبعا، بناء نقابة المهندسين وجامعة دمشق بكليات الهمك، الاقتصاد، الزراعة، إكساد كمان تعاونت معنا، في الإسكان العسكري مؤخرا كمان انضم، هيئة الطاقة الذرية وجمعية البحوث العلمية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية. فكلهم كانوا متعاونين لحتى نقدم هيك نوع من المحاضرات. هلا نحن حاليا في يعني قدمنا بالفترة الأخيرة بالمرحلة الثانية تطبيقات مثلا التقانات النانوية بالصيدلة، بالطب. هلا المرحلة الجاية حنتناول فيها كمان بعلوم المواد، انه كيف نستثمر هي التقانة، كيف ممكن يتم ادخالها. تمام. كيف نستثمر هي التقانة لنطلع مثلا ممكن بناتج افضل اقل تكلفه، قديش ممكن احنا نستفيد من التكنولوجيا الى استخدامات ايجابيه مو سلبيه مثل ما يعني بشكل عام معترف عليه. يعني في يمكن الى فينا نقول اثار ايجابيه. أكيد. فيها تدخل بكثير من النشاطات لما يتم توظيفها بشكل صحيح. اكيد بالفعل هي تقانه. يعني مثل حتى بالصناعه، انه هي كيف انه على فرض منتج انت صنعتيه بالتقانه النانويه ممكن يعطيكي متانه اكثر وبتكلفه اقل يعني اكثر من لما يتصنع بالطرق التقليديه. فقديش انا فيني استثمر هذا العلم. صح. الحديث، وخاصه العلم هلا بتطور مستمر بشكل مش سريع. فكتير مهم انه نحن نواكب هاي التطور، ما انه نوقف عند مرحله معينه انه خلص نحن اخذنا حاجتنا. لا، نحن بحاجه لانه يكون التطور في عندنا انفتاح علمي اكثر. صحيح. بشرى، شو هي مشاريعكم القادمه؟ شو حابين يمكن تقوموا بمشاريع جديده او شو حابين تعيدوا من المشاريع ايضا؟ هلا
هلا هي المشاريع مستمرة بناء على حاجة الواقع الحالي وبناء على دراسات فعلية. مثل ما عندنا مثلا ناتج اقتصادي، قدمنا ناتج اقتصادي، حيكون في نواتج بكل المجالات الثانيه مثل ما ذكرت، اجتماعي واقتصادي وثقافي واجتماعي. هي حتكون مفاجاه وحتكون طبعا عم نحط خطه عمل، حتكون نشاطات جديده بالطرح ومميزه وفريده من نوعها، يعني شيء جديد كليا وبيخدم الهدف يلي حكيت عنه انه نحن ننتقل لواقع تمام لمرحله جديده نبني، يعني نكون بالفعل جهه مساهمه بشكل حقيقي بالبناء. وبالفعل نحن بحاجة لاختصاصيين وبحاجة لمشاركة فاعلة لنقدر نبني صح وعلى أسس علمية. بالختام كلمة بتحبي توجهي لك للمشاهدين، مثل ما قلتي يمكن عم تحاول من خلال هيدا التجمع يكون في عمل فعال على أرض الواقع بمرحلة المرحلة القادمة هي إعادة إعمار سوريا، فشو بتحبي تقولي لك للمشاهدين؟ بدي أقول أنه سوريا هي أم الكل، وانطلاقا من انه سوريا ام الكل المفروض الكل يشارك بانه يبني سوريا بمختلف اطياف المجتمع السوري بمختلف مكوناته. قد ما كان في خلافات ضمن البيت الواحد لا يمكن انه نختلف على امنا، فكتير مهم انه نحط ايدينا بايدين بعض ونساهم كل حدا باختصاصه بفكرته بخبرته برؤيه معينه هو بشوفها تجربه عاشها، لحتى نطلع بواقع جديد امثل ونغير تغيير ايجابي، لانه المنعكس ما حيكون فردي، حيكون منعكس اجتماعي على كل أفراد المجتمع. نعم إن شاء الله يا رب موفقين بكل خطواتكم وموفقين يمكن بكل المشاريع بتقوموا فيها يا رب. شكرا كثير لك بشرى. شكرا لكم. شكرا لكل الفريق أيضا. حبيبة قلبي بتشكركم على الاستضافة الرائعة وعلى ذوقكم. بشرى ديب شكرا لك، وأكيد نوجه التحية لكل تجمع سوريا الأم على الجهود اللي عم تقوموا فيها، بتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم. شكرا كثير لك. شكرا.